ناقشت الحلقة 11 من برنامج بريكس الذي ينظمه المكتب الاستشاري للتنسيق، ناقشت أهمية شراكة الأطفال وتوعيتهم وإرشادهم كونهم سيكونون المعنيين بعد أعوام ببناء الوطن والحفاظ على اقتصاده وتنميته. أهمية وجود كيان اقتصادي قوي وعادل يكسر القطبية والهيمنة الأحادية وإشراك جميع مكونات وشرائح المجتمع في تنميته، هذا ما يؤكد عليه مشروع بريكس الذي يناقش في حلقته 11 أهمية إشراك أطفال اليوم، شباب وبناة الغد في تنمية اقتصاد بلدانهم. لا شك أن تركيز هذه الفعالية على الأطفال وأيضا على الشباب يعكس واقعية هذه المبادرة وهذه الفكرة، باعتبار أن الأطفال هم شباب المستقبل الذين سيقودون فعلا وسيستفيدون من دخول اليمن ضمن هذه المنظومة الاقتصادية الدولية. فرصة هامة يصفها البعض أمام اليمن للانضمام في مشروع النظام المالي العالمي الجديد، خط الحرير والجسر البري، للاستفادة من التكتل الجديد الذي سينتهي بعالم متعدد الأقضاب، خصوصا واليمن تقع ضمن نطاق هذا الجسر البري والبحري وتحتل موقعا متميزا هاما لتكون التوعية وإكساب المهارات والمعرفة للأطفال أهمية في نظر الكثير من المتابعين. بدأنا في هذه الحلقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الاستشاري بريكس حول طريق الحرير الجديد الذي ستكون اليمن شريكة فيه فعالة، والعمل على تخطيط ودراسة استراتيجية قادمة مستقبلية لتكوين بنية تحتية للأطفال المتمثلة في المدارس والمستوصفات والمراكز الإيواء والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية والثقافية، وهذا هي المطالبات الأساسية لأطفال المستقبل الذي بثلث 62%. إن الأعباء النفسية والاقتصادية التي يتعرض لها طفل اليوم تنعكس على مستقبل الوطن، فعلى الجميع أن يقف معنا للتخفيف من معاناة الطفولة في اليمن بمختلف أنواعها. فالطفل ذوي الإعاقة يحتاج إلى عناية خاصة، والطفل اليتيم يحتاج إلى برامج نفسية واجتماعية، وكذا جميع شرائح الطفولة. أوضاع اقتصادية ومالية صعبة يمر بها اليمن منذ أعوام تجعل منه أكثر الدول إسراعا للانضمام لهذا الحلف والنظام المالي الجديد وفق رؤية البعض، نظرا لعدة عوامل وأساسيات أهمها موقعه الجغرافي الهام وامتلاكه لأهم منفذ بحري واقتصادي كباب المندب، وهو ما سيعود على اليمن واليمنيين بالنفع والاستفادة من عمالقة الاقتصاد الآسيوي واستعادة التاريخ التجاري لليمن.